معنا عبر الهاتف من الكورة بيير رفول مستشار الرئيس ميشيل عون للشؤون السياسية. مرحبا بك سعادة المستشار، نريد منك في البداية تأكيد موعد الاستشارات النيابية، هل هو قائم في 9 ديسمبر الحالي؟ أولا يعطيك ألف عافية. نعم، أهلا وسهلا بك. الموعد المحدد ما زال قائما الاثنين القادم. طيب، هذه الاستشارات معالي المستشار، البعض يصفها بالمسرحية. نديم الجميل يقول بأن هذه الاستشارات هي استشارات أشبه بالمسرحية، لماذا وصلت الفرق السياسية والفرقاء السياسيين اللبنانيين إلى هذه النتيجة قبل البدء بالاستشارات؟ الاستشارات فخامة الرئيس أخذ وقته لتحديد الاستشارات حتى لا نقع في الفراغ، أن يكلف رئيس حكومة ورئيس الحكومة يعتكف ولا يؤلف حكومة إلا بعد مدى طويل مثل ما حصل بالحكومة السابقة. فخامة الرئيس أخذ بعين الاعتبار موقف الحركة الشعبية التي طالبت بتغيير الحكومة وتشكيل حكومة فورا فاعلة تعمل على محاربة الفساد وعلى النهوض بالبلد تطبيق الإصلاحات التي اتفق عليها في الورقة المشتركة بين الحكومة، بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس والحراك الشعبي. طيب سعادة المستشار، تحددت بعد أن سألنا لأنه كان من الواجب، نحن في نظام طائفي، يعني في نظام ليس نظام رئاسي ولا نظام من طائفة واحدة، نحن للأسف ما زلنا في نظام طائفي. علينا أن نسأل عند كل طائفة من هو الأقوى لنحدد ولنسهل عملية الاستشارات والتكليف. طيب الناس خرجت يا معالي المستشار إذا سمحت لي. خليني كفي. تفضل. راحت الأنظار باتجاه الطائفة السنية الكريمة، والأكبر كتلة فيها هي لدولة الرئيس سعد الدين الحريري. سألناه بالموضوع، بعد أخذ ورد قال أنا لن أقبل بالتكليف إلا إذا كانت حكومة تكنوقراط. حكومة تكنوقراط لم يتوافق عليها، رحنا إلى حكومة تكنوسياسية، عينت 7 أعضاء أول مرة لنأخذ منهم عضو، رفض، عاد ورفض، ثم عين معالي الوزير الصفدي، ثم غير، ثم عين رياض طبارة، ثم بهيج طبارة، ثم غير، والآن نحن اليوم أمام واقع جديد هو الأستاذ سمير الخطيب. سمير الخطيب له جولات وصولات إن كان في الدول العربية أو في الدول أو في العالم من خلال شركته ومن خلال معارفه الدولية والعربية. هناك أكثرية اليوم تؤيد هذا الشخص. نعلم منذ البارحة بعد أن وافق دولة الرئيس الحريري عليه، نسمع أن كتلته لن تؤيد سمير الخطيب يوم الاثنين. نأمل طيب أن يكون هذا كاذب، أن يكون هذا ليس صحيحا، ونأمل أن تجري الاستشارات ويعلن التكليف ونبدأ بتأليف الحكومة. تسمح لي يا سعادة المستشار، ألا يعتبر هذا تأليفا قبل التكليف؟ كل هذا الحراك السياسي الذي تقوم به رئاسة الجمهورية، البحث عن اسم رئيس الحكومة أو حتى توزيع الحصص الوزارية، لماذا لا تذهبون إلى الاستشارات وخلال الاستشارات يتم في ظرف مغلف اسم رئيس الحكومة الجديد؟ نحن ذهبنا مرة الماضية إلى الاستشارات فورا، وتكلف دولة الرئيس سعد الحريري وغادر البلاد، ولم نستطع أن نؤلف حكومة إلا بعد 9 أشهر وكم يوم. هذا لا نريد أن يتكرر. نحن بمرحلة صعبة، بمرحلة الشعب نزل إلى الأرض أو قسم من الشعب نزل إلى الأرض يطالب بوقوف زيادة الضرائب على الشعب والإصلاحات وإيقاف الفاسدين والمفسدين. هذا ما طالب به الشعب، ونحن نريد أن نلبي ما طلبه الشعب فورا. اليوم تأخر رئيس فخامة الرئيس حوالي شهر، أفضل من أن نتأخر حوالي سنة أو أكثر.
لأنه كان هناك نية أن يكلف أحدهم ويذهب ولا يكلف ولا يؤلف الحكومة. طيب. وعندئذ ندخل في الفراغ. طيب، حليف رئيس الجمهورية نقل عنه حزب الله بأن ثمت أخبار الآن جديدة تتحدث بأن الرئيس سعد الحريري من الممكن أن يكون في سدة الحكم مرة أخرى ورئاسة الحكومة بضمانة فرنسية وروسية. هل أنتم بصدد هذه الأخبار يا معالي المستشار؟ نحن لسنا بصددها أبدا، نحن ما زلنا نصر على سمير الخطيب، هذا ما اتفق عليه. هذا التغيير الأساسي. هل أغلبية؟ أصبح عيبا. هل ستصلون إلى الأغلبية بتسمية سمير الخطيب، خاصة مع تكتل الجمهورية القوية وبعض الفرقاء لا يريدون تسمية هذا الرجل؟ نحن الأغلبية بالمجلس النيابي. إذا كنتم الأغلبية لماذا لا تمضون بشكل سريع من أجل تشكيل الحكومة معالي المستشار؟ سنمضي سنكلف وستؤلف الحكومة فورا. يعني تتحدث؟ نعم، يعني تتحدث لنا بأن ثمت حكومة لبنانية جديدة الآن خلال أيام قليلة؟ نعم. عمادها يعني عنوانها العريض؟ إصلاح والإنتاج. حكومة أغلبية من لون واحد؟ لا، كل الفرقاء من لون واحد. يا معالي المستشار، هلأ الدكتور جعجع لن يشارك، رؤساء الحكومة السابقين سيسمون الحريري. لحظة أخي بنغير، يعني بنغير، نحن فكرك نحن نغير رئيس الحكومة السني نجيب غير رئيس حكومة؟ راح يجي من الطائفة السنية الكريمة. أنا لم أقل هذا يا معالي المستشار، أنا أعرف أن رئيس الحكومة سيكون من الطائفة السنية، ولكن حكومة أغلبية أنت تتحدث لي عنها. الدكتور سمير جعجع لن يشارك أبدا، حسب الكتل. لا، مش أغلبية، أنا ما حكيت هيك. طيب. أنا قلت أغلبية بالمجلس النيابي ولم أقل بالمجلس الوزراء. شكرا جزيلا لك معالي المستشار بيير رفول، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون للشؤون السياسية، على كل هذه الإيضاحات.